الثقافة اللي هي ما بينهم وبين بعض من غير ما يعرفوا ثقافة بقية الشعب، اللي هي انا عارفين اللي شايفه ان الارستقراطيه عامه اي نظام حكم احسن، بدل ما يبقى النظام متركز في ايد واحد شخص واحد دكتاتوري ماشي، او يبقى لعامه الشعب اللي هو اصلا جاهل او كلهم ما عندهمش خبره تماما في الاداره او في الحكم او اي حاجه، بس توزعيها في ايد ناس متعلمه اللي هم صفوه الشعب. الكلام ده لو انت بتقولي جت الثوره الفرنسيه امتى؟ اللي هي الثورة كانت ايه؟ الثورة الدموية؟ ايوه بس انت عارفة الثورة قامت ليه؟ كانت نتيجة من قمع وكبت. الثورة الفرنسية قامت علشان الارستقراطيين اللي هم كانوا محتلين البلد كانوا بيعذبوا في الناس وخلوا ان يكون في كبت، وكانوا مش يعني مش بيشوفوا مصلحتهم فين، لدرجة ان الناس كانت بتموت من الجوع حرفيا. وبعدين في الاخر الثورة قامت علشان الشعب بقى ردت فعل الناس عشان جهله فهمجيين فما بيعرفوش يعبروا عن اعتراضهم. هكمل لك اللي حصل في الثوره. مش هو في الاخر الناس شالوا الارستقراطيين بعد وبعدين حكموا نفسهم بنفسهم وكانوا مبسوطين جدا وقع تاني وبعدين قامت حروب وقرروا بقى ان هم يطلعوا يحاربوا العالم وان هم ياخدوا على الملك الحكم الملكي بقى في البلاد اللي حواليهم، بس في الاخر برضو وقعت وبعدين رجع تاني الحكم الملكي. هو عامه الارستقراطيين دول هم برضو بيعملوا الفساد، يعني هو ده اللي بيعم اصلا الفساد. فساد ازاي اذا كان بدايتها اصلا بقولك ما كانوش بياخدوا مقابل بدايتها بس نهايتها ايه؟ يبقى انت ما لا مفيش حاجه اسمها تطبيق. لا في فكره ان الموارد كلها او الحاجات كلها بتبقى متركزه في طبقه واحده والباقي بقى كله. فايه بقى الحلين التانيين؟ حلين، اول حل ان احنا نخليه في ايد شخص واحد الدكتاتور دكتاتوري يحكمنا كلنا. هم الشعبين دول ما فرقوش حاجه عن الدكتاتور او مين قال الشعب همجي؟ ما عندوش خبره في الاداره.